على سلم التأسيس لجيل يحمل مشعل الدولة الموريتانية التي يطمح لها الجميع. يضع هؤلاء الصغار كغيرهم من طلاب المدرسة أول لبنات التأسيس بهذه المدرسة الواقعة في أقصى الشرق الموريتاني، بتعلم القراءة والكتابة والحساب وغير ذلك من المواد المدرجة ضمن المناهج التربوية في البلاد، ليكونوا بذلك هم بنات الغد وصناع المستقبل لهذا الوطن، ويخففوا العبء عن آباء ظلوا يكدحون من أجل تحقيق هدفهم المنشود. إنه التعليم الأساسي الذي من خلاله تتحدد الوجهة نحو المستقبل وتتقدم به الأمم وتبنى به الدول. ولهذا الغرض كانت الجهات القائمة على التعليم الأساسي حريصة على انطلاقة جيدة للعام الدراسي، ولم تدخر أي جهد في تطويره ليتحول ذلك السؤال المحير في عقول الكثيرين إلى درس تطبيقي جسدت على أرض الواقع من خلال جملة من النقاط بدأت مع افتتاح العام الدراسي 2019-2020. لا يفوتنا جميعا ما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني للتهذيب، حيث يعتبر أولوية في برنامجه الانتخابي الذي يجسده إعلان السياسة العامة للحكومة المقدم أمام البرلمان من قبل مع الوزير الأول المهندس إسماعيل البدوي الشخصية. تجسد ذلك جليا في إشرافه بنفسه على الانطلاق لافتتاح السنة الدراسية 2020 و2021 من مدرسة وجاهة بحي الترحيل من مقاطعة الرياض بنواكشوط الجنوبية. وندرك جميعا دلالات ومعاني هذا الحدث والنداء الذي وجهه فخامته للمعلمين والأسرة التربوية ولآباء التلاميذ وللإدارة والمجتمع المدني لمختلف القطاعات، أن يؤدي كل منهم واجبه من أجل النهوض بالتعليم، وهو ما بعث في النفوس الأمل بإصلاح التعليم وإرساء مدرسة جمهورية توطد اللحمة بين مكونات الشعب وتضمن تحقيق الوحدة الوطنية وتتيح للجميع نفس الفرص وتضمن العدالة والمساواة. كما شاهدتم تميزت هذه السنة الدراسية بالتحضير لافتتاح متميز وناجح بالشراكة مع آباء التلاميذ والفاعلين في الميدان والمجتمع المدني. تميزت هذه السنة كذلك برفع العلم الوطني رفرافا في جميع مدارسنا على أنغام النشيد الوطني من قبل أكثر من 600,000 تلميذ، وبإشراف أكثر من 11,000 معلم، وببدء الدروس يوم الافتتاح 7 أكتوبر في أكثر من 3,000 مدرسة عاملة على عموم التراب الوطني. ومن أجل القيامة بإصلاح تعليمي يرتكز على مشاورات شاملة تتلاقح فيها أفكار وآراء وخبرات الجميع، تفضي إلى إصدار قانون توجيهي يؤسس الإرساء المدرسة التي نصب إليها جميعا. سعي الجهات الوصية على التعليم الأساسي وما أولته من اهتمام لهذا القطاع الحيوي جعله يتحول إلى خلية عمل تواصل ليلها بنهارها من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب،
تطبيقا لإعلان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني المتعلق بإصلاح التعليم وإعطاء المدرسة الجمهورية ألقها لتأخذ مكانتها الصحيحة في بناء الوطن وتخريج جيل متعلم يساهم في التطور ويواكب الحداثة. تأسيسا لذلك فقد اتخذنا جملة من الإجراءات حرصا منا على وضع المدرسة الموريتانية على سكتها الصحيحة، من بينها تفعيل آيات الرقابة وتطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المصادر البشرية. وفي هذا السدد سيتم تزويد الهيئات الجهوية بسيارات للمتابعة والتأطير، سد جزء هام من نقص عن طريق التعاقد بطريق شفافة و 2115 من حملة الشهادات، ويتم سد باقي النقص البالغ 885 مدرسا الشروء في تدقيق شامل لملف الأشخاص بغية تحديد الوضعية الفعلية لأموال القطاع. الأمل على ضبط وتنظيم الخريطة المدرسية وتشجيع تجميع المدارس الغير المكتملة، زيادة الكفالات المدرسية ابتداء من 2020 دعما لتجميع المدرسي لأطفالنا في المناطق الحشة، مما سيمكن من كفالة أكثر من 8000 تلميذ إضافي. تفعيل النص المنشئ للجان تسيير المدارس، حيث سيتم الشروع في تنصيب هذه اللجان أما قريب، وأنتهز الفرصة ليتوجه بالشكر إلى كافة الشركاء والفاعلين والمجتمع المدني بما بذلوه من جهد في تحقيق افتتاح ناجح، معولا على جهودهم في دعم القطاع حتى يقوم بالمهمة المنوطة به الوجه المطلوب. إن تحقيق هذا الهدف النبيل يتطلب منا جميعا أن نخلص النية لله تعالى في خدمة الوطن، وأن نسعى إلى ما فيه صالح الأطفال الذين نقرر بالنيابة عنهم ونرسم لهم مستقبلا لم يشاركوا في رسمه، ونحن بلا شك قادرون على ذلك. فلدينا من مصادر القوة والقدرة على الإنجاز ما يكفي للتغلب على التحديات، وها نحن اليوم على موعد مع التاريخ، على موعد مع الكرامة، في ظل قيادة تملك التصور الواضح والإرادة القوية، وهذه فرصة ثمينة لإرساء مدرسة جمهورية تحقق ما نصبو إليه لأبنائنا من عدالة وتكافؤ للفرص وتوطيد اللحمة الاجتماعية وضمان للتنمية المستديمة. عيدا سعيدا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، عاشت المدرسة الجمهورية، عاشت موريتانيا آمنة موحدة. إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح العام الدراسي 2019-2020 أعطى للعملية التربوية أهمية خاصة لدى القائمين على القطاع، وعكس بجلاء الأهمية التي توليها حكومة البلاد للتعليم الأساسي باعتباره اللبنة الأولى في طريق النجاح والتقدم، والتي تتمثل في السعي إلى إقامة نظام تعليمي ناجع يستجيب لتطلعات شعب يطمح إلى منظومة تعليمية ملائمة تجعل مصلحة التلميذ أولوية
ويجد فيها المدرس مكانته اللائقة، وتتضح فيها معالم المدرسة الجمهورية المفعمة بخصال الوئام الاجتماعي واللحمة الوطنية، وتعكس تنوع وثراء المادة التعليمية. عملت وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التدريب الوطني بداية السنة الدراسية عملة جاهدة في سبيل تهيئة افتتاح هذه السنة الدراسية بشكل لائق وبشكل يتلائم مع الأهداف المطروحة لهذه السنة الدراسية، فقامت بإجراءات التحويل في الوقت المناسب جدا، ثم قامت بإرسال الخريجين الجدد أي المحولين الجدد إلى أماكن يعملون في الوقت المناسب، ثم أرسلت المعدات الضرورية لافتتاح السنة الدراسية مثل الطلاء ومثل الطباشير إلى غير ذلك في الوقت المناسب قبل الافتتاح على الأقل بعشرة أيام، ثم بعد ذلك أشرف فخامة رئيس الجمهورية شخصيا على حفل انطلاق السنة الدراسية، وتم إعداد هذا الحفل بشكل جيد، ثم انطلقت السنة الدراسية، وكان الشركاء التربويين دور أساسي جدا في نجاح الافتتاح والعمل على القيام بحملة قوية جدا في سبيل دفع الآباء إرسال أبنائهم للمدرسة، وكانت نسبة الحضور مذهلة جدا، فاجأت الجميع لأنه عادة تتأخر حضور التلاميذ، يحضر الطواقم التدريس والتأطير لكن يحدث هناك تأخر للتلاميذ، وهذا ما لم يحدث هذه السنة، وبالتالي كان الافتتاح جيد. ثم بعد ذلك طبعا قبل ذلك أصدر وزير التعليم الأساسي رفقة وزير التعليم الثانوي مذكرة السيركيلار اللي يحدد الإطار العمل السنوي لهذه السنة الدراسية، تضمن هذا التعميم التعليمات اللازمة لتسيير السنة الدراسية من استغلال جيد المصادر البشرية واستغلال للموارد الموجودة، والحمد لله كان افتتاح جيد، كان تهيئة الفضاء التربوي أيضا من خلال مشاركة كما قلت أباء التلاميذ في تنظيف المؤسسات وتهيئتهم لاستقبال التلاميذ إلى المدرسين، وبالتالي العمل على قدم وساق بسبيل تحقيق الأهداف المرجوة إن شاء الله. ثم هناك بعض القضايا الكبرى التي تعمل وزارة التعليم الأساسي على تهيئتها، وهي من أهمها قضية الإصلاح التربوي الشامل، هذا ملف قوي جدا، ملف مهم هام جدا، الوزارة تعمل على تهيئته إن شاء الله، وسيكون بالتشاور مع جميع الشركاء العملية التربوية، وستتاح فيه الفرصة لكل من له رأي إيجابي لسبيل النهوض بالمنظومة التربوية إن شاء الله. سداً للنقص الحاصل على مستوى المنشآت التربوية، عمد قطاع التعليم الأساسي إلى وضع استراتيجية لتلافي الخلل وسد ذلك النقص الحاصل في المنشآت التربوية من خلال خطة مدروسة تضمنت جملة من النقاط التي ستساهم في إصلاح ذلك الخلل. إدارة فنية مكلفة أساساً بالبنى التحتية المدرسية وباقتناء المنشآت، اقتناء ما يسمى بالمنشآت اللي او التجهيزات التي تصاحب دائما او التي ينبغي توفرها للمنشآت المدرسية كالطاولات المدرسية والأجهزة المختلفة انواعها، اذا اختصاصها وضع معايير للمنشآت المدرسية البنايات المدرسية، ثم تنسيق مع الجهات والهيئات العاملة في القطاع بمعنى وزارة الإسكان تقوم بعمليات البناء ومشروع التدريب الوطني ووكالة التضامن، معنى جميع القطاعات التي تدخل في إنشاءات المدرسية، إذا نحن مسؤولون عن وضع معايير هندسية، وضع أيضا ما يسمى بالمعايير التي ينبغي أن تنشاء عليها الأقسام الدراسية، ثم أيضا مسؤولين عن متابعة تنفيذ هذه المنشآت المدرسية، مسؤولين أيضا عن ما يسمى طبعا وإن كان في نقص كبير الذي يسمى بترميم المدارس والطاولات المدرسية، وأيضا التنسيق كما قلت ووضع برامج البنايات، نبرمج البنايات حسب معايير أيضا وضوابط ثابتة حسب الأولوية، نقترح مثلا بشكل آلي المدارس التي ينبغي أن يتم إنشاؤها، ونبرمج التي ينبغي أن يتم تزويدها بأقسام إلى آخره. إذن هي إدارة فنية فيها عديد من الفنيين، فيها مهندسين في المدنيين، وفيها أيضا فنيين
في الكهرباء وفنيين في التبريد. وبما أن المدرسة تشكل المدرج الأول الذي تطأه أقدام التلاميذ وهم في بداية رحلة اكتشاف العالم الخارجي، كان لزاماً على القطاع أن يسعى إلى التطوير من أدائه. فتم بناء العديد من المدارس التي اكتمل الأشغال في بعضها والبعض الآخر قيد الإنجاز، بالإضافة إلى الحفاظ على استعادة المعلم لصورته الناصعة، وذلك بفضل اهتمام القطاع بالمصادر البشرية من خلال التكوين والتأطير والتشجيع والمراقبة. في تحضيرات السنة الدراسية 2019-2020 أخذت وزارة التعليم الأساسي والإصلاح قطاع التهذيب إدة إجراءات باش تعود هاي السنة ناجحة. وعلى مستوى المصادر البشرية تم تحويل 512 معلم خريجين من مدارس التكوين المعلمين و 30 مفتش تعليم أساسي. وفي جانب هذا الخريجين الوزارة عدت اكتتاب للمقدمين خدمات في التعليم وعددهم 3000 وعدد امتحان وامتحان وفوق في النسبة اكتتبنا ما يزيد 2000 وشيء، والباقي لا يكمل إن شاء الله على مستوى الولايات بصيفة شفافة ودين قال إن شاء الله في الوقت المناسب للإجراء لا يأخذ فيه. الوزارة أعطي إناية خاصة لجانب المصادر البشرية وفيه المتابعة أخبار على مستوى القيابات، وتعرفوا أن الوزير والطاقم معه قبل عدة إجراءات من بينهم أنهم عدلوا تعميم خاص بالحضور والتعطير. وتعرفوا أن في جانبين، جانب التدريس قلت لكم أن 512 و3000 متعاون في مشيناهم في الفصول باش يكملوا هذا النقص عندنا. وجانب التعطير حولنا ذوك 30 خريج، ولكن مولي عدنا ترقية بعض المفتشين مقاطعات وكامل تم بصيفة شفافة وصيفة والمعايير عدناهم نقابات والنقابات ثمنوا المعادلين. ومن أجل الوقوف على مختلف المشاكل التي تعيق جودة الخدمات التربوية، بادر قطاع التعليم الأساسي بإرسال بعثات استقصاء تجس نبض العملية التربوية لتكتشف مكان الخلل في الجسم التربوي وتقف على المشاكل التي تقف عائقا أمام سير العملية في مختلف ربوع الوطن، وذلك ضمن إجراءات تحسينية من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع. هذه الإدارة معنية بإعداد البنية التربوية للمدارس وبالتغطية من المدرسين، كذلك معنية بقولبة أو معالجة قرارات علاوات المدرسين التي تصدر إلينا تباعا عن طريق الإدارات الجهوية بالداخل. ثانيا هي معنية بمتابعة المدرسين بالتعاون مع إدارة المصادر البشرية. نعد أسبوعيا تقريرا عن القيادة والحضور وعن قيادة وحضور المدرسين، وشهريا نعد أيضا قرارا بالحسم إثر القيادة أو التعليق أو رفع التعليق لمن حضروا. ما في إطار البرنامج رئيس الجمهورية وفي إطار الإصلاح
فسوف تسري الوزارة مسحا سيشمل كافة مستويات المعلمين، أي بواسطة اختبار لجميع المعلمين سوف نتوصل إلى مستوياتهم وبالتالي حاجتهم من التكوين المستمر. هذا بالإضافة إلى هذا نحن نواصل تجميع إصلاح الخريطة المدرسية بواسطة تجميع المدارس الصغيرة في مدارس كبيرة يمكن أن نجد فيها الدارس جميع المستويات، بدلا من تلك المدارس الصغيرة المتشتتة التي كانت تكلفنا هدرا للمصادر البشرية وفي الموارد المادية سوف نقتصد. وهذه العملية نقوم بها بالتعاون مع الإدارة الإقليمية، وسنستخدم الكفالات المدرسية مستقبلا لتشجيعها لما لها من مردودية على التلاميذ وعلى الدولة. ومن هذا المنطلق تولدت المقاربة التي تحاول الوصول إلى علاج عملي لمشاكل التعليم الأساسي من خلال التركيز على الكيف أكثر من الكم، وهو ما يرى القائمون على القطاع أنه سيسهم لا محالة في الإصلاح ويصيب مكامن الخلل. في هذه السنة كانت قطعا الحصيلة والله بدايتها بعد اللي فات منها هو ما هو كبير قاع حتى المقارنة مع النتائج يعتبر لا بأس به. اللي كنا في السنوات الماضية نجبر مشكلة متينة بعد وهي شنو عبارة عن دائما لا وجود بداية الدراسة دائما تبدأ متأخرة بشهر 20 يوم 25 يوم لعدم وجود تلاميذ في مثلا قدومهم المدارس. وهذه السنة بين الجهود اللي عدنا على أن عند ابتداء مثلاً تسجيل التلاميذ قامت المفتشية اللي هي المفتشية المكلفة بالرقابة والتسهيل بدأت بحملة المؤسسات وهي المرة الأولى تواسيها من أجل مراقبة تسجيل التلاميذ من حيث الأعداد، وذاك أعطاها دفع أكثر على مستوى الأهالي وعلى مستوى المؤسسات والإدارات مديرين المدارس لأنهم وطلعوا على بم مذكرة جاتهم لأن التسهيل ينقفض يوم كذا، وبالتالي لأن الدولة ماضية في ذو لأنها ماضية منها تقفض التسهيل في الوقت اللي يلا ينقفض به 15 يوم أصلا هي العام. وكانت النتيجة قطعا عنها نتيجة جيدة لأن بدأوا التلاميذ يسجلوا وبدأت الدراسة في الوقت لفترة المطر يوم 7 بدأت الناس تدرس، وهذه قطعا عنها ظاهرة لأول سنة تخلي العام ذو. ولأن المعلم يعتبر محور العملية التربوية، ذلك ما جعله يمر بعدة مراحل في مدرسة تكوين المعلمين التي أنشئت لهذا الغرض، وشهدت الكثير من التطورات التي جعلتها تواكب الحدث وتغذي الساحة التعليمية بالكوادر التربوية التي تساهم سنوياً في الحد من النقص الحاصل في المجال التربوي. بالنسبة لهذه السنة الدراسية بالذات نتطلع للكثير، خاصة أن القطاع أن لأول مرة جاء تم اكتتاب المكتتبين وأعلنت نتائجهم في أغسطس ليتمكنوا من دخول المدرسة مع مطلع السنة الدراسية الأخرى. ونظرا للتعليمات الصادرة عن وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني التي طلبت من الكل أن يتهيئ لافتتاحي حتى يضمن أن تبدأ الدراسة أول يوم عام يوم 7 أكتوبر، وبالفعل تم له ذلك. يوم 7 أكتوبر 2019 كان يوم دراسة امتياز، كان يوم دراسة كما لو كانت السنة الدراسية في منتصفها. ولذلك وكما أن اهتمام السلطات العليا بالتعليم لدرجة أن فخامة رئيس الجمهورية أبى إلا أن يترأس هو بنفسه حفل انطلاق السنة الدراسية كان لذلك الحدث الأثر البالغ في
هذه السنة الدراسية، ونأمل إن شاء الله أن تكون سنة متميزة بجميع المستويات. هناك التزامات كبيرة من طرف القطاع في تحسين ظروف جميع المدرسين وضمان جودة التكوين لكل التلاميذ والمعلمين. ستكون بإذن الله سنة متميزة، والسنوات المقبلة سنوات واعدة بإذن الله. سيجد الطفل الموريتاني التلميذ المعلم الذي يستحق، المعلم الكفو، المعلم صاحب الرسالة الذي يقتنع بمهنته ويرى ذاته في هذه المهنة. حتى تكتمل الجهود المبذولة من طرف القطاع لإصلاح المنظومة التربوية، أخذ المعهد التربوي الموريتاني يعد العدة بغية توفير الكتاب المدرسي لتزويد الطلاب بما يعينهم على فهم المناهج الدراسية واكتساب المعارف. تم افتتاح السنة الدراسية افتتاحا مباركا، حيث لأول مرة يشرف رئيس الجمهورية على افتتاح سنة دراسية، وهذا أمر له دلالة في العناية بالتعليم والتربية. نحن دائما شعارنا في هذا المعهد هو أن الاستثمار في المعرفة هو معرفة الاستثمار، وهذا جسدته حكومته برئاسة الوزير الأول إسماعيل لبدور الشخصية والوزراء التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، كل من موقعه بدأوا في تجسيد هذه النظرة لإصلاح منظومتنا التربوي. المعهد التربوي الوطني يعنى بالدعامات التربوية، ما نسميه بالدعامات التربوية. الدعامات التربوية التي تعنى بها المؤسسة هي الكتاب المدرسي، الدليل التربوي للمعلمين والأساتذة، الخرائط المدرسية، هي كل مستلزمات العملية التربوية تعنى بها هذه المؤسسة، حتى أنها تعنى بأوراق الامتحانات، تعنى بشكليات الشهادات، تعنى بكشوف التلاميذ. كل هذه الأمور تنطلق من هذه المؤسسة. والدعامة الأساسية التي يمكن أن تصل لكل بيت هي الكتاب المدرسي. وفي هذا الإطار نحن هذه الدعامة الأساسية التي تسمى الكتب المدرسية نؤلف منها 167 عنوان، التعليم الأساسي 36 عنوان، لأن يعني كل قسم من التعليم الأساسي له 5 كتب أو 6 مواد نسميه المواد المدرسة. وعندما تأتي المرحلة الإعدادية تزداد مواد التعليم الأساسي بالفيزياء والكيمياء، وتزداد بالإنجليزية حتى، وتزداد عدد المواد، وذلك يزيد عدد عناوين الكتب. ولم يكن دور المفتش المكلف بالتعليم الأساسي غائبا، فهي تعمل على مراجعة المناهج وتربية طلاب التعليم الأساسي على الرموز السيادية للدولة من أجل خلق جيل يتمتع بالانتماء الوطني ويعرف مكامن السيادة الوطنية، وذلك ضمن المواد المدرجة في المناهج التربوية الوطنية. المفتش المكلف بالتعليم الأساسي مختصة بالتصور وإنتاج المناهج وتنقيح البرامج الوطنية، وأيضا هي مختصة بالرقابة والتسيير الإداري والتربوي. تبعا لذلك فهي في مهمتها ومتعلقة بإنتاج المناهج تهتم بترسيخ مفهوم السيادة لدى الطفل لدى الناشئة، وذلك من خلال التركيز في كل مراجعة سنوية البرامج أو مراجعة دورية لترسيخ هذا المفهوم من خلال العناصر التربوية الموجودة في هذه الكتب، سواء تعلق الأمر بمعارك الاستقلال، معارك السيادة، أو الرموز الوطنية، أو تمجيد الذات الوطنية بشكل عام. وهي في مهمتها الرقابية أيضا
تهتم كثيرا باحترام الشعارات الدالة على السيادة الوطنية كاحترام العلم وفهم دلالة العلم وألوان العلم وفهم دلالة الشعارات شعارات السيادة. كما تعد الكفالة المدرسية من أهم القطاعات التي تعين الطلاب على مواكبة العملية الدراسية، حيث باتت متوفرة في العديد من مناطق الوطن، وتقوم بدور التغذية للطلاب من أجل مساعدتهم على التحصيل المعرفي. وتعهدات فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد الغزواني في برنامجه تعهد أنه الكفالات المدرسية والحضانات يعطيها اهتمام كبير به اللي احنا نعرفه كاملين، ان في الزمن القديم لو خاضوا ذيك الساعة الحضانات موجودين والكفالات موجودين كان فهم التعليم كان نوعية، كانت الناس اولا فيما بينها التلاميذ يجابروا فهم وحدة وطنية، فهم تجابير بين التلاميذ، جميع اطياف التلاميذ من جميع الولايات يجابروا في نفس محور واحد، كفالة واحدة في حضانة واحدة، وكان تم لحمة وطنية، وكان ملي فهم جو دراسي اللي الناس ساكنة في بلدة واحدة وتوكل لامة وتطلع لامة وتمشي ولامة في بلدة واحدة، وارتأى فخامة رئيس الجمهورية انه يعطيها عناية جديدة. وذاك ظهر في الميزانية اللي كيف انا وافق عليها، شفنا فيها بند لأول مرة، بند خاص بالكفالات المدرسية وللحضانات، بند معتبر، إن شاء الله تفتتح فيه كفالات في هذه السنة إن شاء الله على جميع التراب الوطني، في ذلين قالوا خاص بذلين قالوا توجه الآن هو توجه أن الخريطة المدرسية يا الله تحسن به، اللي هي يفوضوية تقرر يفوضوية المدارس اللي انفتحوا كل بلدة، هي اللي مضاعفة مقلة من الكادر البشري اللي هو المصادر البشري اللي دارك مشكلة المعلم مطروحة، وهذه الكفالات إن شاء الله لا يتوجه شورد الإنجال والتجميع، تجميع المدارس، أي تجميع أخلق في بلد موريتانيا إن شاء الله ستفتح فيه كفالة حسب 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 إن شاء الله البرنامج الوطني لفخامة رئيس الجمهورية. ومن المعروف أن العملية التربوية تتسم بالعديد من المتاعب، ما جعلها تحتاج إلى المتابعة باستمرار في بعدها التربوي وبنيتها المادية لتحفيز الطلاب المتميزين، ولذلك استحدثت مدارس الامتياز التي كانت تجربة ناجحة ميزت المتفوقين دراسيا عن غيرهم ومنحت صفة التميز للعملية التربوية في قطاعها الأساسي. إنشاء مدارس الامتياز، هاي المدارس كان الهدف منها هو أولاً رفع مستوى النوعية في المدارس العمومية، وكذلك أملي منح قيمة خاصة للتلاميذ النابهين. النابهين مثلاً لديهم حقوقهم كما لجميع التلاميذ حقوقهم بما فيهم المعوقين، فالنابهين لديهم حقوقهم في أن يتلقوا تعليماً نموذجياً يختلفوا ولو بقليل عن التعليم العادي. هاي المدارس تنتشر على عموم التراب عواصم المقاطعات عواصم الولايات باستثناء عدة ولايات قليلة، 4 ولايات. بالنسبة للتعليم الأساسي هي موجودة فقط في مقاطعات نواكشوط، ولكن توجد بتنوع، فمثلا هناك مدرسة الامتياز في الحي الساكن، وهنالك مدرسة مثلا في أقسام منطقة سيزم في نواكشوط الجنوبية، وهنالك مدرسة في الكسار ومدرسة في تبراغ زين. إذن هذه المدارس يتم ولوجها من طرف الساكنة بشكل انسيابي، يفتح التسجيل فيها ويتلقى فيها التلاميذ تعليما نوعيا. كذلك سيتم تعميم هذه التجربة إن شاء الله من أجل أن تكون جميع مدارسنا مدارس نموذجية، وهذا ما عبرت عنه تعهدات فخامة الرئيس في إنشاء مدرسة جمهورية يجد فيها الجميع
قيمته ويجده بها ذاته بكل مساواة. ومع نهاية العام الدراسي يبدأ طلاب المدارس بالاستعداد لإجراء الامتحانات والمسابقات الوطنية، وهو ما تسهر على نجاحه مديرية الامتحانات بغية تكليل العام الدراسي والمجهود الطلابي بالنجاح وتحقيق الآمال. هذه الإدارة مكلفة بإشراف وتنظيم الامتحانات الوطنية، و من يقول الامتحانات الوطنية معناها مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، وهذه المسابقة تدخل في صلاحيات وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التدريب الوطني. طبعا هذه المسابقة مفتوحة أمام جميع التلاميذ الذين يدرسون في السنة السادسة من التعليم الأساسي والحاصلين على سن تتراوح بين والبالغين من العمر 10 سنوات على الأقل و16 سنة على الأكثر، كما هي أيضا مفتوحة أمام التلاميذ الراغبين في الحصول على شهادة ختم الدروس الابتدائية، وأقول المترشحين الأحرار البالغين من العمر أكبر من 16 سنة. طبعا هذه المسابقة تجري كل سنة عند نهاية كل سنة دراسية، وتجري في كافة التراب الوطني، والسنة الماضية 2019 سنة دراسية يعني ماضية، وسنة 2019 دورة 2019 قد تقدم لهذه المسابقة ما عدده 87,745 مترشح، وكانت نسبة الحضور لهذه المسابقة متميزة حيث حضر فعليا للمسابقة 81,925 مترشح، ونجح في المسابقة منها 46,695 أي نسبة 56.68%. وبفضل تلك الجهود والخطط المطروحة من قبل قطاع التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، تحولت الوزارة بمختلف قطاعاتها إلى ورشة عمل تجدها في كل زاوية من زواياها، يمتزج فيها التكوين والتحسيس وتقييم العمل، سعيا منها إلى بلوغ الهدف الأسمى الذي أسست من أجله والمتمثل في بناء الإنسان السليم المنتج القادر على المساهمة في البناء وتحقيق التقدم والازدهار.